قتل الرجل زوجته لأنها أنجبت 4 بنات وهو يريد الولد. بقي البنات 4 يتامى يواجهن حياة لا تعرف الرحمة بذكرى أم قتلت بلا ذنب وأب أعدم لأنه لم يحبهن. كل الذين عاشوا في الريف يعرفون أن البعض ما زالوا يعتبرون إنجاب الذكور قدراً يبتسم، وخلفة البنات ابتلاء يستدعي الصبر. لكن بعد سنوات سيعرف هؤلاء أن ليس كل الذكور رجال مهما أنفقوا عليهم من مال. ربما لو سألت الكهول والعجائز في الصعيد اليوم عن نظرتهم لأبنائهم بعدما كبروا سيقولون لك أن المحبة تزداد للبنات كلما تقدم العمر بالوالدين لأنهن يزددن حناناً، بينما يغيب الأبناء الذكور لسنوات انشغالاً بكتابة تاريخ جديد للعائلة، ثم يظهرون فجأة في مواسم العزاء ليتنظرون من جديد على خلفة البنات.